طبعا هنبدأ دلوقتي جولة مرورية مفصلة بما ان الناس هتبدأ تنزل دلوقتي، وهنستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وطبعا بنبدأ جولتنا المرورية بتاسع ايام رمضان بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة في الوقت الحالي، مكملة لحد ميدان العباسية. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي هناك ان في برضو كثافات نسبية، اما لو رحنا عند كوبري الجلاء فهناك هنلاقي سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وعند كوبري الحدائق للي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الأمر أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات. بيشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كمان ظهر انتظام لحركة المرور بشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية ومطلع ومنزل كوبري أكتوبر. وبالنسبة لطريق الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم هيكون فيه سيولة مرورية كبيرة. في الجيزة هنلاقي ان شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، كمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد ايضا تباطؤ كبير في حركة السيارات. بدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين والحد الطلبية ايضا متجه الى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر هيكون فيه سيولة مرورية. وهنروح لشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة هنلاقي أن ظهرت بعض الكثافات المرتفعة للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، وظهرت كمان كثافات متحركة بمحور صفة اللبن للمتجه إلى الدائري وصولا إلى شارع السودان، يفضل التوجه العرابي. نفس الأمر بالنسبة لكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية. ونروح كمان محافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة، هناك بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي ان في كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. وهناك كمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم واللي خارج من محافظة أسيوط. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح الإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 21، أعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 25، وأقل درجة حرارة في مطروح 17 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.